وصلنا إلى المرحلة الثانية من طواف السعودية والتي تعتبر الأطول مع 187 كيلومتراً بين حصن سدوس والبجيري. نظرياً تعتبر هذه مرحلة مخصصة للدراجين السريعين، ولكنها لن تكون بمنتهى السهولة على الإطلاق حتى خط النهاية. أربعة دراجين تصدروا مبكراً، الألماني نيكوداموس هولر الذي كان بالفعل في مجموعة البريكاوي خلال مرحلة الأمس أيضاً، إلى جانب البلجيكي كيفن فان ميلسن والإسبانيين جوبل نيكولو وأنخيل فوينتز، حيث نجحوا بتحقيق فارق وصل إلى أكثر من 6 دقائق. لكن دراجي بيلوتون كانوا يراقبون الوضع عن كثب. بدا روي كوستا مرتاحاً في القميص الأخضر المتصدر بعد فوزه بالمرحلة الأولى. تصاعدت الصعوبة مع الرياح والأمطار، حيث كانت تلك نهاية سباق جاستن جول. أحد المنافسين الأقوياء مارك كافندش عانى بدوره كذلك اليوم، لكنه لم يتضرر كثيراً حيث نجح باستعادة مركزه لاحقاً. انخفض الفارق إلى أكثر من دقيقة بقليل مع بقاء 30 كيلومتراً حتى النهاية. بدا وكأن المنافسة تسير نحو فترة سبرينت تقليدية حتى النهاية مع اقتراب مجموعة بيلوتون من رباعي الصدارة، لكن الدراما سرعان ما بدأت بعد عدة كيلومترات. فقد تعرض الدراج أريكو جاسباروتو من فريق NTT لحادث وقع ضحيته كافندش كذلك، إذ حاول جاهدا العودة إلى مجموعة بيلوتون. في الأمام سرعان ما بدأ المتصدرون يفقدون الأفضلية، وأخذت الفرق تتصارع على المراكز خلال القسم الأخير السريع قبل خط النهاية. شن فريق بحرين مكلارن هجوما آخر، وهذه المرة من جديد مع هارش هاوسلر. بدأ الأسترالي بالإسراع قليلا، لكن نيكولو بنيفازيو كان خلفه، حيث أثبت الإيطالي أنه أكثر قوة من هاوسلر والبقية. 100 meters to go now. Is Bouhanni going to get there or is he not? It doesn't look like he is, because it is a win on the line for Total Direct Energy and a superb win by Bonifazio. أحرز بونيفازيو أول فوز له في 2020 والسابع عشر في مسيرته المهنية، ويبدو مصمما على منافسة أقوى الخصوم هذا الموسم على أمل تحقيق لقب عالمي آخر بعد طواف بولندا عام 2016. مركز ثاني آخر لبحرين مكلارن مع فيل بوهس. كان يوم أمس جيدا لحين تعرضي للحادث، كنت غاضبا للغاية بعد نهاية السباق. أما اليوم حاولت اللحاق بهاوسلر ورأيت فارقا صغيرا مع المجموعة، لذلك ضغطت حتى النهاية وفزت بالمرحلة. روي كوستا لا يزال في صدارة الترتيب العام أمام هاوسلر صاحب المركز الثاني.